إذن متابعينا الأوفياء، عدنا إليكم من جديد في بتاخر، وفي هذه اللحظات لاعبو فريق حسني تقدير يغادرون ملعب التدريب ويواصلون الإضراب ومقاطعة التدريب لليوم السادس على التوالي. فريق الغزل السوسية إلى حدود اللحظة لم يجري حصته التدريبية منذ يوم الخميس الماضي. إلى حدود اللحظة لاعبو الفريق غادروا للتو ملعب التدريب ولم يجروا هذه الحصة التدريبية، الشيء الذي يؤكد بالملموس شيء واحد بأن لا زالت مقاطعة التدريب مستمرة ولا زال الفريق يسير نحو الباب المغلق ونحو الهاوية إلى حدود اللحظة. فمشاكل عديدة كما أسلفت الذكر يعاني منها الفريق، مطالب برحيل المكتب الحالي، لاعبون يقاطعون التدريب ولاعبون يأخذون الإضراب للمرة السادسة على التوالي ولا شيء تغير، لا زالت المشاكل مستمرة ولا زال اللاعب والفريق متمسكون بكافة حقوقهم من أجل التوصل بالمبالغ المالية المتعلقة بالثلاثة أشهر الأخيرة وضمان حقوقهم المالية، ولا زالت المشاكل تتوالى على الغزلة السوسية، والغزلة السوسية بنقطتين يتيمتين والغزلة تنزف ولا حدود اللحظة لا شيء إخواني الكرام تغير إلى حدود اللحظة. كما كتشوفوا معنا هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الحصة التدريبية التي لم تجرى إلى حدود اللحظة. كما كتشوفوا فاللاعبون غادروا ملعب التدريب ولم يمكثوا إلا أقل يعني من 30 دقيقة بعد قدومهم ودخولهم في مفاوضات مع المدرب عبد العزيز كتوي قبل أن يقرروا في آخر المطاف المغادرة بدون إجراء هذه الحصة التدريبية لحدود اللحظة. نتساءل ماذا يقع وإلى أين تسير الغزلة السوسية؟ ربما أسئلة كثيرة ينتظر يعني الجمهور الإجابة عليها، والجمهور اليوم يطالب المكتب المسير بإيجاد حلول لكل هذه المشاكل من أجل راحة اللاعبين ومن أجل ضمان حقوقهم المادية والمالية، لكن هل سيستفيد الفريق يعني من كل هذه المشاكل؟ ربما توقفت البطولة الوطنية قبل أسبوع والفريق عوض أنه يستفد يعني من هذا التوقف بشكل إيجابي، فالفريق ربما سينعكس عليه هذا التوقف وستنعكس عليه كل هذه المشاكل بشكل سلبي، وبالتالي فالفريق هذه السنة سيعاني الأمرين وسيعاني من ويلات ومطبات كل هذه المشاكل، وربما ستعصف بمستقبل الفريق، وهذا ما لا يتمنى أي متتبع رياضي وأي عاشق لفريق حسني تقدير. لاعبون يقاطعون التدريب، لاعبون لا يتدربون، بقيت فقط 3 أيام أو أقل يعني على المباراة القادمة التي سيخوضها الفريق هنا أمام يعني زمامرة، لكن حدود الساعة هل الفريق جاهز؟ هل الفريق في كامل الجاهزية ديالو من أجل خوض هذا اللقاء أم أن الفريق سيتعثر مرة أخرى في هذه المباراة؟ وكما كتشوفوا معنا يعني لحدود اللحظة الفريق بدون تدريب، الفريق يعني يسير نحو المجهول، وربما فريق حسني تقدير هذه السنة كما أسلفت الذكر سيعاني الأمرين في ظل هذه التخبطات وفي ظل كل هذه المشاكل التي لا زال الفريق يعاني منها. هناك مشاكل داخلية بين المنخرطين والمكتب المسير الحالي، الجمع العام على الأبواب، مباريات تنتظر يعني طبيعة الحال يعني الإجابة، وأشياء كثيرة يعني كتوقع داخل هذا الفريق العريق، داخل هذا الفريق للحدود اللحظة يعني كيعاني ولا زال يعاني، ونتمنى خير إن شاء الله من أجل يعني
ان الفريق يعني يلقى حلول لكل هذه المشاكل، لان صراحه كما قلت سابقا يعني كل هذه المشاكل وكل التخبطات لا تخدم بتاتا مستقبل الغزاله السوسيه، والجماهير تواقه الى عوده الفريق ديالها الى سكه الانتصارات وعوده الغزاله السوسيه الى التوهج وعوده فريق حسين تكادير الى سالف عهدي وتبعوه مراتب متقدمه في صبور الترتيب. لكن ربما يعني من خلال يعني ما يلاحظ ومن خلال كل هذه الأشياء التي تقع، فما يقع خطير جدا، وما يقع يندر بدق ناقص الخطر من أجل إنقاذ سفينة فريق حسن تكادير من الغرق قبل فوات الأوان. فكنتمنى الله تعالى باش أن الفريق يتجاوز كل هذه المشاكل وأن يعود الفريق إلى التوهج وأن تعود النتائج وأن تعود كل هذه الأشياء متابعينا الأخوة. أنتم كتشوفوا ما يجري الآن، يعني اللاعبون غادروا الملعب وغادروا صوب منازلهم بعدما قاطعوا التدريب وبعدما خاضوا إضرابهم المستمر ومتمسكين بكافة حقوقهم ومتمسكين بالتوصل بالمستحقات المالية التي لا زالت عالقة بذمة الفريق. إذن الإضراب مستمر وإضراب فريق حسن تكادير مستمر إلى حدود اللحظة، لا تدريب ولا أي شيء، والمقابلات على الأبواب، وربما مقابلة يمكن نعتبرها بمثابة مقابلة سد، لأن صراحة لحدود اللحظة الفريق بدون أي انتصار. يعني تخيلوا إخواني الكرام متابعينا الأوفياء أن فريق الغزالة السوسية بدون انتصار لهذا الموسم لحدود الدورة، والانتصار نقطتين يعني جمعهما الفريق من تعادلين، وبالتالي فهنا واحد علامة استفهام كبيرة، يعني ماذا يقع داخل دواليب فريق حسن تكادير؟ من المسؤول عن كل هذه المشاكل؟ هل المكتب المسير الحالي ام اشياء اخرى؟ يعني احنا كما كنقول ما غادي نتهموا حتى شي واحد، لكن يعني ما يقع لحدود اللحظه فلا يبشر باتتا بالخير. يعني اللاعبون يعني التهمة دخلوا في هذه المشاكل ودخلوا في هذه الدوامه، والحدود اللحظه يعني هذا الشيء اللي كيوقع صراحه كارثي جدا، ولم يشهد الفريق بتاتا منذ أزل بعيد ومنذ أمد بعيد. فيعني حسن تكادير هذه السنة يعني علامة استفهام كبيرة، ربما الكل يعني كان يعيب يعني على الفريق السنة الفارطة يعني في تذبذب النتائج، وربما يعني النتائج الكارثية التي كان الفريق يحصدها السنة الفارطة، والسنة يتكرر نفس السيناريو ولا جديد يذكر. مقاطعة التدريب والإضراب مستمر لليوم السادس على التوالي، وسفينة الفريق تتجه نحو الغرق، فهذا ما لا يتمنى أي محب لهذا الفريق وأي عاشق للون الأبيض والأحمر. ونتمنى أن يتم تجاوز كل هذه الخلافات وكل هذه المشاكل الداخلية من أجل عودة الفريق إلى التوهج، ومن أجل العودة إلى سكة الانتصارات، ومن أجل أن تعزف الجماهير سمفونية الانتصار لحدود اللحظة. الحسنية بدون انتصار إلى حدود هذه الدورة، ولم يتبقى إلى أيام قليلة، ويصل يعني موعد المباراة القادمة للفريق، والفريق بنقطتين فقط، وهنا علامة استفهام كبيرة، ماذا يقع داخل فريق حسن تكادير، ولماذا كل هذه المشاكل، ومن المسؤول؟ الجماهير تنادي برحيل المكتب المسير وعلى رأسهم رئيس الفريق. ربما الجماهير يعني كل المشاكل التي تقع داخل الفريق تحملها جماهير فريق حسن تكادير للرئيس والمكتب المسير، وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ أسئلة وأخرى تنتظر إجابات شافية وتنتظر حلول آنية وعاجلة قبل فوات الأوان. فالكل اليوم أصبح مطالب بالالتفاف حول هذا الفريق قبل فوات الأوان. فكنا كنعرفوا يعني السباق المحموم، وأيضا السباق اللي كيكون يعني في آخر الدورات من أجل تفادي النزول. ربما فريق حسن تكادير إن ظل على هذا المنوال سيدخل مرة أخرى ضمن الحسابات الضيقة، وسيعاني الأمرين، ربما لم يستفيد بتاتا من الدرس ديال السنة الفارطة، وإلى حدود اللحظة
أو النتائج ربما التي يحققها الفريق لا تبشر بتاتا بالخير. نتمنى أن يستفيق الفريق وأن تستفيق كل عناصر ومكونات الغزل السوسية من هذا السبات العميق قبل فوات الأوان، لأن ما يقع صراحة كارثي جدا وشيء غير مقبول بتاتا. يعني اللاعبون يعني ربما من حقهم يعني المستحقات المالية، لكن ما ليس من حقهم هو المواصلة ومقاطعة التدريب والإضراب. فهناك أشكال احتجاجية ربما بتعليق شارة أو شيء من هذا القبيل اللي كتأكد يعني عدم الرضا ديالهم على الطريقة ديال التسير، وعدم الرضا ديالهم على الحقوق المادية العالقة بدماء الفريق، لكن باش أنهم يقطعوا التدريب فصراحة هذا الشيء يعني سيزيد من تعقيد الأمور وغيرجع يعني بالسوء على المردود التقني والبدني يعني ديال الفريق. والفريق كنعرفوا بانه كيعاني من سوء النتائج وكيعاني ايضا من نتائج الكارثه. على اي نتمنى خير ان شاء الله، ونتمنى مستقبل منير ومشرق لهذا الفريق الغالي اللي هو فريق حسني تقدير، الذي يعد واحد من اقطاب واخطار الكره الوطنيه المغربيه. ونتمنى خير ان شاء الله. تحياتي لكم، وعلى امل ان نلتقي بكم في بث مباشر اخر. الى الملتقى.